طبعا احنا تكلمنا على الرابطة التساهمية وقلنا هي عبارة عن مشاركة ما بين الذرات اللافلزية، وبيكون مشاركة للإلكترونات. فهنا طبعا السؤال بيقول لي أي مركبات التالية يعتبر مركب تساهمي؟ يبغى أشوف الذرتين اللافلزيين هو يعتبر المركب التساهمي. طيب ناخد بالنا، هل ال NA لافلز؟ ال NA يفلز؟ يبقى لأ. هل ال NA لافلز؟ لا يبقى فلز، يبقى ده ايوني. ال K لافلز؟ لا فلز. يبقى انا بعمل اختلاف واحد في عنصر واحد، اذا لقيته فلز يبقى ده استحالة يكون مركب ايوني وبالتالي مركب تساهمي، وبالتالي الاجابة هتكون عندي، الاجابة هتكون ايه؟ ال CO2، لان الكربون لافلز والاكسجين، والاكسجين يعتبر ايه؟ يعتبر لافلز. اذا الرابطة اللي بتمثلهم رابطة تساهمية، وبالتالي يعتبر مركب تساهمي.